انتي يا عزيزة، عزيزة انتي يا عزيزة. افندم نازلي هاني، 100 مرة قلت الفازة دي تفضل على اليمين. اصل يا هانم اصل ايه وفصل ايه يا عزيزة؟ هي دي حاجة جديدة عليكي؟ ده انتي بقالك 20 سنة معايا واكتر، هعلمك شغلك؟ معلش يا هانم، اصل البنت الشغالة الجديدة اللي جابها عم سيد هي اطرديها. اوكي، قولي انك مش عايزاها وانا شغالك انت بدالها. اوعي، انا مش فاضية للكلام الفارغ ده. اوكي، مهم اني الاقي كل حاجة في مكانها، فاهمة ولا ايه يا عزيزة؟ فاهمة يا هانم. المهم مش عايزه الحكايه دي تتكرر تاني ابدا، فاهمه ولا ايه يا عزيزه؟ فاهمه يا هانم. طيب روحي خبطي على علاء بيه خليه يصحى، انا مش فاهمه ايه النوم لغايه الساعه 7 الصبح دي. اصله كان سهران بره يا هانم. ايه الاثنين بالليل يا هانم؟ اثنين بالليل؟ الله يعال. وادهم فين راخر؟ في الجنينه يا هانم. في الجنينه؟ امشي ورايا. ادهم، والله يا ادهم. ادهم، ولد يا ادهم. ايوه، بتعمل ايه عندك؟ عاوز ياخد العجلة ويخرج يلعب بيها بره يا هانم. ايه؟ ولد يا ادهم، سيب اللي في ايدك دي وتعالى هنا. ايوه يا تيتا. بتعمل ايه؟ عايز العب مع اصحابي يا تيتا. تلعب مع اصحابك بعجلة عرفان؟ ارمي القرف ده يلا. حاضر يا تيتا. ايه وانتي؟ يس. روحي هاتي الفطار يلا، واقفه تتفرجي علينا. البريكفاست انا اديت الاوردر يا هانم. يلا. حاضر يا هانم. اكسكيوز مي، اكسكيوز مي. كلام فارغ. خلاص يا ممدوح؟ خلاص اهو. يلا يلا بسرعه عشان الهانم الكبيره النهارده زعبيبها طالعه على الاخر. ومن امتى الهانم ما بتبقاش زعبيبها طالعه؟ ما هي كل يوم على ده الحال. خلاص بقى يا ممدوح. اسمي عبد المعصوم. قلت لك ممدوح. كانت جوازة منيدة. يلا خلصني بقى. اخلصك ايه بس؟ هو انا بشتغل ايه في البيت ده؟ سفرجي ولا طباخ ولا كناس ولا فراش؟ بس 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 ايه ايه بومه بلع عقربه؟ الله، وده وقته كلام ده؟ ما انت بقالك 20 سنه على ده الحال. ايه اللي جاب زي ما انت هو قطعيه واحده كتير؟ ما جدش حاجه. يلا يلا خش خدي الفطار وخلصيني. فين البنت ما صفت الرقبه دي اللي اسمها شلبيه؟ بعتها السوق. يلا يلا يا اختي اطلعي لها بالفطار بدل ما تطلع زعبيبها عليكي. زعبيبها عليا انا؟ لا عشت ولا كانت تطلع عليكم انتوا. يلا فسح شويه. طب يا شلبيه بس لما ترجعي. هو انا مش في اجازه يا تيتا؟ ايوه في اجازه، لكن بس اذا كنت عاوز تلعب بالبسكليت تلعب في الجنينه مش في الشارع زي الاولاد اللي مش متربيين. يا تيتا كل اصحابي في المدرسه. اقعد يا ولد. احنا مالنا ومال اللي في المدرسه؟ انت اسمك ايه؟ نعم، اسمك اسمك ايه؟ اسمي انا؟ ايوه اسمك. اسمك ايه؟ اسمي ادهم. ادهم ايه؟ ادهم عصمة. يا ولد ما تعاندنيش. ادهم عصمة ايه؟ قولي كده بقى. ادهم عصمة الطنبولي. الطنبولي الطنبولي. عاوز ادهم عصمة حفيد الطنبولي باشا يبقى زيه زي اي ولد. يا تيتا يا تيتا، ما قلت لك ابقى اروح النادي لوحدي، انت اللي مش راضيه. بعدين اما تكبر اديك بتروح مع اخوك الكبير. البريكفاست كده جاهز. وعلاء لسه ما صحيش؟ لا صحي. صباح الخير يا جدتي. صباح ايه جدتي دي؟ الله، هو انت مش جدتي ولا ايه يا جدتي؟
ايوه جدتك، بس في تيتا. انا كبرت خلاص على تيتا دي. لا ما كبرتش. ثم جدتي دي مش ولا بد، يعني بلدي شويه. حاضر حاضر يا تيتا، زي ما انت عايزه. ثم ازاي انت نايم لغايه دلوقتي الساعه بعد 7؟ اصل انا عن اذنك شويه تيتا ارجع. اما نشوف بقى حجتك ايه النهارده يا ست شيرين، عشان خاطري بلاش بقى العند بتاعك ده. علاء علاء. ايوه يا تيتا جاي حالا. عشان خاطري يا شيرين. ها عشان خاطري. كنت سهران فين امبارح؟ ها كنت بذاكر. بتذاكر ايه ده؟ انت مش اتخرجت من كلية الطب بقالك 5 سنين؟ قصدي يعني يا تيتا كان ورايا شغل. شغل 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 ايه؟ انت اشتغلت من ورايا وانا مش عارفة؟ لا يعني شغل مع حسيب، اصل خلاص لقينا الشقة. شقة؟ اللي هنعملها عيادة، انا اوضة وهو اوضة. اوضة؟ عيادة علاء الطنبلي تبقى اوضة؟ يا تيتا مفيش شقق ومفيش فلوس، ما انت عارفة. ما تعملش زي الناس البلدي وتجيب سيرة الفلوس. الله، مش هي دي الحقيقة. طب ما استنيتش لما سيد يجيب إيراد العزبة ليه؟ إيراد العزبة؟ لا، ما احنا خلاص لقينا الشقة وهي الداية برضو. بداية ايه؟ انت مش بتقول حسيب هو اللي جابها؟ تلاقيها شقة بلدي وفي حي بلدي. لا، دي أهم ما فيها ان هي شيك وفي حتة شيك. صدقيني يا تيتا دي أهم حاجة فيها، شيك. هاني يا واد، يا هاني، 5 اقراص طعمية ب25 قرش يا واد. وانا مال انا؟ طب بس اما طولك وانا اوريك يا خايب. ماليش دعوه، مش هجيب حاجه. مين اللي على جنبك اما تاخدك يا بعيد واستريح منك؟ ايه ما وريتك؟ صباح الخير يا ام هاني. ازيك يا حبيبتي، وحشاني قوي قوي قوي. الله يسلمك يا ام عطريس. ازيك يا اختي؟ الحمد لله. وعامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. شفتي يا اختي الواد انا عامل فيا ايه؟ معلش يا حبيبتي، اصل الدنيا ولعت. معلش. يعافيكي يا حبيبتي. بالاذن يا حبيبتي، مع السلامه. الشقه بقى هواها يشرح القلب. معقول قوي. انا بقى هاخد الاوضه اللي جوه. ما خدهاش انا ليه بقى؟ سيدي يا حبيبي انا عايز مصلحتك. انا هسيب لك الاوضه اللي على السلم عشان الزباين تخش عليك انت على طول. لا لا معلش، خلي انت الزباين عندك وانا هاخد الاوضه البحر. يا حسيب مش كده، السويت هيصح الجيران. سويت؟ لا 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 لا، كله لا سويت. اصل دكتور حسيب دكتور اطفال فالعيال بتصرخ يعني. لا يا ست مهتريس. دكتور حسيب. لا لا لا، ده الدكتور علاء بيحب يهزر بس. الله يخليك يا اخوي. الله. الاوضه الاوضه. خلاص يا اخي الاوضه بتاعتك، بس قول لها. انا كنت بهزر يا مدام. كويس انك بتهزر، احسن المعلم شمعه موت وسم الصويت. شمعه؟ ايوه المعلم شمعه جوز الست ام عتريس. لا ما تقلقيش، الدكتور بينقي الاطفال بتوعه على الفرازه. يا ربي يخليك ويطمنك. احسن الا الصويت يا اخويا، الا الصويت. لا ما تخافيش. فلوسكوا جاهزه؟ امال اطلع اجيب لكم العقد. اتفضلي حبيبتي. انت يا جدع كنت هتاخد الشقه من هنا. مش عارف ليه كنت المعلم شامع ده. اشتغل ايه؟ حنوت؟ ايه؟ يا حسين جايب لنا نسكن في عمارة واحد حنوت وبيكره السويت كمان. شش، بقول لك ايه؟ انا عفيت لغاية ما لقيت الشقة دي، عجباك ولا مش عجباك؟ عجباني عجباني، بس الإشكال بقى لو تيتا شافتها هتبقى مصيبة. ليه بقى إن شاء الله؟ ليه ده ايه؟ ما انتش عارف تيتا حبيبتي؟ ده انا ما قبلتش التكليف بالعافيه عشان ما بقاش دكتور فلاحين على رايها. امال لو شافت الشقه دي هتقول ايه؟ والله انت هتجنني يا علاء، انت هتفضل كده ورا تيتا على طول. ولا شيرين؟ مالها شيرين بقى لو بصت على الشارع اللي بره ده وشافت العيال هتقول ايه؟ انت تقول ايه؟ شيرين المفروض تفرح، مش هي قالت لك علشان نتجوز لازم تبني مستقبلك؟ طيب خلاص، ما انت بتبني مستقبلك اهو من اول السلم. لا وانت السالك من تحت الارض اعتبارا من المعلم شمع الحنوتي. هات الكره يا علاء. 5 بس، عايزك شويه. يا سلام يا علاء، وده وقته؟
معلش يا صافي. ازيك يا صافي؟ عارفه علاء؟ عارفاه. قولي لي مبروك. مبروك. مش تستني تعرفي على ايه؟ وبعدين يا علاء مش وقته. خلاص لقيت الشقه اللي هعملها عياده. والله كويس. هو ايه اللي كويس؟ انا عايز رد. رد على ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس. بعدين يا علاء مش وقته. مش وقته ازاي؟ انت مش قلتي لي اشوف مستقبلي الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده؟ هنتكلم في ايه؟ حاجه قابل طنط امتى؟ بعدين يا علاء لما نقعد الاول ونتكلم. هنتكلم في ايه تاني؟ طيب تحت امرك، اتفضلي يلا. مش دلوقتي يا علاء، بالليل في النادي. بالليل هنتكلم، وبكره الصبح هقابل طنط. وده عايز يقابلني ليه؟ ما انت عارفه يا ماما. لا مش عارفه ومش عايز اعرف من اصله. طب بس اقول له ايه؟ شيرين انت عايزه تتجوزي علاء ولا ايه؟ يعني يا ماما انا بقول علاء مش وحش وابن خالتي و... وايه وفقر وعنتزه على قله فايده. علاء مش فقير يا ماما. طول ما الست نازلي هانم دي هتفضل موجوده هيفضلوا فقرا كده على طول. حيلتهم ايه؟ سرايا طول بعرض فعلا تساوي الشيء الفلاني ده لو اذا ست نصدى قبلت انها تبيعها، وخمس فدادين عمي بيقولوا عليهم عزبه. طب ما هو ده مش قليل يا ماما. ايوه حبيبتي انا معاكي، بس ايه الفايده؟ ما هو كله على ايدك. لو الست نصدى وافقت انها تبيع السرايا هيلعبوا بالفلوس لعب، انما ازاي الست نصدى هانم بنت الطنبولي باشا تبيع السرايا وتسكن في شقه زي بقيه خلق الله؟ لازم سراي ولازم عزبه ولازم عربيه، ومفيش مليم واحد احمر لابن ابنها الغلبان علشان يعمل مستشفى ولا مشروع ناجح زي بقيه الشبان. طب وعلاء ذنبه ايه بس يا ماما؟ ما ذنبوش ولا حاجه. عايزه تتجوزيه اتجوزيه، علاء ابن اختي وانا ما عايزش عليه حاجه. يعني صحيح موافقه يا ماما؟ موافقه. هعمل ايه بس ما دام انت موافقه انك تعيشي معاه على القد؟ يعني لا هيكون في نادي ولا هيكون في عربيه ولا لبس من اللي انت متعوده عليه. وخلاص بقى انا هقف في سكتكم ليه؟ ربنا يوفقكم ببعض اتجوزوا. كلام ايه ده يا ماما؟ الكلام اللي هيحصل يا حبيبتي. طب احسبيها انت بقى، لو اتجوزتي علاء هتعيشوا فين؟ طبعا عند نازلي في السراي مع طنط نازلي. ده انا كنت اموت. بعد الشر عليك يا شيرين يا حبيبتي، ما تقوليش كده. انما واضح ان مش هيكون في لا شقه في الزمالك ولا في المعادي، يمكن بالعافيه اوضتين كحيانين لو الست نازلة هانم وافقت. انما شيلي بقى ما دام انت غاويه شيل، هنعمل ايه؟ اهو ظهرك انت اللي هيتحنى، وربنا يحقق لي في اختك الشيء اللي انت ما قدرتيش تحققيه. لا معلش، موضوع الجواز ده مش دلوقتي خالص، لما اتخرج وابقى دكتور، عشان بس ما تبنوش امال عريضه. يعني دكتوره في عينك يا بنت انت. وبعدين يا ماما هعمل ايه؟ هتعملي ايه في ايه؟ مو عبد اللطيف ابن علوي عريس لقطة، بس دمه تقيل وبلدي. لكن شقة على النيل تخفف دمه وتخليه على فرانكا خالص. ايوه يا ماما، بس ده ما تقدمش. هو انت يعني اديتيله ريق حلو علشان يتقدم ولا يقول حاجة؟ طب وعلاء؟ علشان ما نظلمش الولد، لو علاء قدر يقنع جدته انها تبيع العزبة اللي فلقنا بيها، كل شويه رايحين العزبه وجايين من العزبه وهنعمل في العزبه وهنساوي في العزبه، اهي برضه تساوي يجي 2 مليون، ويشتري لك شقه على النيل وعربيه ويعمل لنفسه مشروع، يبقى كده كويس كان بها. ما قدرش عبد اللطيف ابن علوي اولى بيكي كده على طول. يعني ده رايك يا ماما؟ لا يا حبيبتي، ده رايك انت، بس كنت مستنيه ان حد يقوله لك. شيرين، عاوزاني اتجوز شيرين؟ يا اخويا، امال انا بقول ايه من الصبح يا تيفا؟ بس شيرين. مالها شيرين؟ شيرين اللي انت عمال تبص لها من تحت لتحت كل ما تروح النادي. الله، مالك اتخضيت كده ليه؟ انا ما اتخضيتش، بس متاخد. ومتاخد من ايه يا حبيبي؟ بعد الشر عليك من الاتخاذ. ولا يا سمعه، هات الفاكهه بسرعه. ايوه يا معلمه. معلمه في عينك، هتحط الفاكهه؟ يا لهوي، ايه ده؟ بنانه واورنج. انت هتاكلني بقر؟ امشي يا ولد. القرش ده ما بقاش الا كده كمان. هي تيفه تنكر يا حبيبي، تنكر ان انا ظبطتك مرتين وانت بتبص لها من تحت لتحت؟ وفيها ايه؟ بص، معناها جواز خلاص. الله، اخسى عليك يا تيفه. انت عايز يا حبيبي تعمل ايه؟ عايز تبص لواحده ست من غير ما تكون عايز تتجوزها؟ دي تربيتك دي؟ ودخل ايه البصه
في الجواز يا ماما. الله، انت هتعاندني بقى ولا ايه؟ هتبوق في وشي؟ هو انا اقدر ابوق في وشك ولا اقول حاجه؟ انت بتبرطم بتقول ايه؟ ها، انا قلت لك 100 مره ما تبرطمش قدامي. برطمت ايه؟ انت عارفه اخلاق ابنك كويس، وكون اني بصيت لواحده ست بصه في منتهى الادب والاخلاق مش معناها اني اتجوزها. وبعدين يا عبد اللطيف انت بتعاندني، انا ما احبش حد يعاندني. هو انا عمري عاندتك يا امي؟ طول عمري بعمل اللي انت عايزاه، عمري ما عملت حاجه نفسي فيها. يا عبد اللطيف، الاسطوانه بتاعتك دي يا حبيبي بطلها، ملهاش لازمه دلوقتي. اه يا حبيبي، هتتجوز شيرين يعني هتتجوز شيرين؟ وبعدين في حاجه مهمه، ما تفكرش يعني ان انا غبيه، لا انا فاهمه انت مش عاوز تتجوز شيرين. ليه؟ ليه بقى؟ عشان عايز تتجوز البيت بنت عبد السميع بياع الكبده. ذكيه؟ ايوه ذكيه، اياكش فاكرني نايمه على وداني بقى. بعد العز ده كله والامل اللي احنا فيها والاورنج والبرانج والحاجات دي، تروح تتجوز لي بنت بياع الكبده؟ وايه جاب سيرتها دلوقتي؟ الحكايه دي بقالها سنين، ثم انه زكيه دي خلاص اتعلمت واشتغلت مدرسه، وما يعبهاش انه ابوها بياع كبده، ثم انه الكبده مغذيه. قطعت وقطعه الكبده وبياع الكبده يا بعيد، ده ابوك ربى نفسه بنفسه وعمل نفسه راجل عصابي، امال ايه؟ وربناك وكبرناك وسفرناك بلاد بارنا، امال ايه؟ وخدت الشهاده الكبيره ورجعت يا حبيبي، فتحنا لك مكتب تصوير واستيراد، امال ايه؟ تقوم بعد ده كله عايز تتجوز لي بنت بياع الكبده؟ يا ام يا ام، ايه جاب سيره الجواز وايه جاب سيره الزكيه؟ انت مش رافضه الحكايه دي من اصله؟ ايوه كنت رافضه، صحيح رافضه اي واحده تتجوزها، لغايه اما لقيتك بقى على مزاجي، بنت حسب وناسب، بنت تليق علينا، تليق بمقامنا، تستاهل الفلوس اللي عندنا دي كلها، امال ايه؟ لغايه اما لقيت شيرين. هتتجوز شيرين؟ يعني هتتجوز شيرين؟ قال لا، ده انا زعلانه خالص، انا مفروسه، انت لو ما اتجوزتهاش انا يمكن يجرى لي حاجه. هي شيرين. ايه ده؟ 1700 جنيه يطلعوا من عزبه 5 فدادين يا سيد؟ وهنعمل ايه بس يا هانم؟ مفيش غير كده. يعني ايه؟ مفيش مزارعين يزرعوا الارض؟ يا هانم، ما هو اللي يزرع ده لازم ياجر ولا يشارك ولا حد يشتري، انما غير كده مفيش ابدا الا ضارين قوي. كلام يهدى، ما طول عمر الطنبولي باشا بيزرع الارض من غير ما ياجرها. يا ست هانم، الكلام ده كان من 40 سنة فاتوا، وبعدين يعني ما سعادة الخروبي بيها عرض على سعادة خروبي ده ايه وبتاع ايه؟ سيد، اياك تجيب سيرة الخروبي دي على لسانك مرة تانية. خروبي مين يا تيتا؟ مش شغلك؟ امال ما قعداني هنا ليه؟ ما قعدك عشان تتعلم وتشوف اللي عمله ابوك وابو ابوك لما ضيعوا الارض لغايه ما بقاش فيها غير العزبه الصغيره دي. ما هو البيع برضه يا هانم. بيع؟ بيع ايه يا سيد؟ عاوزني انا ابيع ارضي؟ طب والحل يا ست هانم؟ ما هو حرام برضك 5 فدادين ما يجيبوش همهم بالشكل ده. لا 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 لا، انا لازم اكلم مدير المديريه يشوف له حل في الحكايه دي. ما هو ما بقاش فيه دلوقتي يا هانم، دلوقتي بقى فيه محافظ ومحافظه. زي بعضه، اكلم المحافظ في المحافظه يشوف له حل. انت مش معقول كده ابدا. والله على كيفك يا ست هانم، انا كان قصدي الصالح. ازيك يا عم سيد؟ اهلا. تعيشي علاء بيه؟ اهلا وسهلا. ايه على فين يا علاء؟ عندي ميعاد مهم قوي في النادي، هقول لك عليه بعدين. اروح معايا تيتا. تروح فين؟ خليك قاعد هنا اهو. ما تقولي له يا تيتا. علاء، مش تيجي تقعد هنا وتشوف ايه حكايه العزبه دي؟ عزبه؟ لا بقى، ما البركه فيكي وفي عم سيد وفي ادهم. البركه فيا وفي ادهم؟ طب اتفضل اتفضل، خد اخوك بقى معاك. يلا. شايف؟ شايف يا سيد ولاد الطنبول باشا بقوا ازاي؟ انت ما صفت الرقبة يا شلبية. ايوه ايوه يا استاذ عزيز. كنت مخفية فين؟ انا كنت في الجنينة. وكنت بتحببي ايه في الجنينة؟ كنت بشوف عم السيد قبل ما يمشي. وانت مالك انت ومال سيد؟ كنت بساله عن امي. امك بقى سابه شغل البيت عليا وراح تسالي على امك؟ ماني مخلصه شغل البيت اهو. شغل البيت ما بيخلصش، ثم انا بقى ما يعجبنيش درع البنات المرق ده. وانا كنت قلت حاجه وكمان ما تردش عليا، ما تردش عليا، شوفوا شغلك يلا. ما تحضرنا يا عم عبد المقصود. اسمه ممدوح. ممدوح مالكيش دعوه بيه، ده جوزي انا. خلاص يا عزيزه،
يمكن كانت عاوزه تبعت حاجه لامها. روح يا شلبيه، روح انت. مندوح، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت عاوز تقول بنت عليا ولا ايه؟ انهد يا عزيزه. انهد؟ انت بتقولي انا انهد؟ لا بقى، لا، انا لازم اقول لنازلي هانم. قولي لها، قولي لها يا عزيزه، ما انا عارفك شرانيه ونبك زارق. مندوح، اسمي عبد المقصود يا عزيزه. هو حصل ايه يا عبد المقصود؟ المواريتك يا شلبيه، ما بقاش انا عزيزه. يا عم سيد، يا عم سيد. ايوه يا شلبيه، في حاجه يا بنتي؟ كنت عايز اسالك عن امي. يعني امك كويسه وبتسلم عليك وبتدعي لك يا شلبيه؟ ايوه، بس هي قاعده لوحديها. قاعده لوحديها ازاي بقى؟ ما البلد كلتها قاعده معاها. ايوه، تلاقيها محتاجاني املالها ولا اقضي لها اياتها حاجه. حاجه ايه اللي هتقضيها لها؟ انت عايزه ايه بالظبط يا بيت؟ غرضك ايه؟ عايز اروح معاك. كلام اللي بتقولي ده يا بيت؟ احنا ما صدقنا نلاقي حاجه تسند امك وتساعدها على المعايش وتعيشك. انت متضرره من حاجه يا شلبيه؟ ايوه، تعباني قوي، احب على ايدك تاخدني معاك. اخدك على فين يا مطيوره انت؟ اخدك على فين وتروحي فين؟ انتوا لا ليكم ارض ولا عندكم راجل يزرع ولا يقلع ولا حتى يسافر يجيب لكم قرشين تبنوا بيهم بيت بالطوب لحم. خليك يا بنتي، اديكي قاعده بتاكل لقمه طريه وتساعد امك على المعايش. بس ما تبسبسيش ولا حاجه. عقلي عقلي واصبري يا شلبي، بكره ان شاء الله هجيب لك عريس يريحك كده ويستتك في بيتك، ولا انت يرضيكي بهدله امك يا شلبي؟ زي ما تشوف. حاضر، يحضر لك الخير يا بنتي، ربنا يكملك بعقلك. عايزه حاجه قبل ما امشي؟ لا، السلام اماني، سلم على امي وقول لها شلبيه بخير ومش ناقصها الا غياب. حاضر، فوتك بعافيه. شلبيه، انت يا ليلى. حاضر. بتعملي ايه يا عم؟ كنت بساله عن امي. عن امك؟ خش جوه. حاضر. لا، السنه دي هروح مايوريكا. يبقى ما جربتيش جنيف؟ اغلى بس احسن. لا، السنه دي الرمادي والاحمر هو الموضه. يا حبيبي اقل من ارنب، انا ما اقبلش. حته فيلم فيديو ما تقوليش بقى. تقولي العزبه؟ تبيع العزبه ازاي يعني؟ صوتك يا علاء. اللي بتقولي كمان ده مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ ايه الحكايه بتاعت المشروع اللي انت عايزاني اعمله ده؟ انا مش فاهم، مشروع ايه؟ تصدير واستيراد؟ انا ما قلتش كده بالتحديد، انا قلت اي مشروع. قولي مشروع تاني يا ستي. انا خريج طب، يعني ما عنديش مشروع غير العياده. تقصد اوضه صغيره في عياده؟ لا، ما انا اتفقت مع حسيب ان انا هاخد الاوضه الكبيره اللي جوه. وبعدين مش هي دي المشكله، اصل غير العياده ممكن يبقى ايه؟ تبقى شركه. هتقول لي شركة تاني؟ أيوة، شركة استيراد وتصدير، تستورد أدوات طبية، مستلزمات للمستشفيات، أدوات تجميل، مكياج. مكياج؟ هو كل ده مش محتاج دكتور ولا إيه؟ يا شيرين أيوة، بس الحكاية اللي بتقوليها دي. أبي. نعم. نروح؟ كمان شوية، كمان شوية أدهم، روح. أصلا تعبان بقى وينا عشان نروح. بعدين يا حبيبي، روح العب شوية كمان وبعدين هنروح. طب ابي ممكن تجيب جنيه بس اجيب بسكوت؟ يا ادهم روح دلوقتي. روح جنيه ايه؟ روح يا ادهم دلوقتي. ايوه شيرين، لو سمحت يا ابي جنيه. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. ميرسي يا ابي. طيب طيب، معلش يا شيرين. ايوه، شوف يا علاء، لازم تبدا كبير عشان تكبر. اذا بدات صغير هتفضل طول عمرك صغير. يا شيرين، كل اللي بتقوليه ده معقول وكويس، وخصوصا حكايه المستشفى، انت عارفه ان ده حلمي من زمان. بس كل ده كوم، وبيع العزبه بتاع جدتي كوم تاني. خلاص يا علاء، انت حر، بس كده تبقى انت مش عايزني. يا شيرين ما تقوليش كده. لا، هقول يا علاء، المساله مش مساله مشروع. ما فكرتش في الشقه اللي هنسكن فيها؟ في العربيه اللي هنحتاج لها؟ في التكييف؟ تكييف؟ ايوه يا علاء. هو انت عايز تتجوزني ولا تموتني من الحر؟ يا شيرين، التكييف والحاجات دي ممكن تستنى شويه. مفيش حاجه هتستنى، انا سكن عليا ما يهمنيش، لكن ماما. ماما، طنط سعاد. فهمتني يا علاء؟ اه،
اذا كان فيها طنط سعاد يبقى فهمتك طبعا. كويس، وهتعمل ايه يا شيرين؟ انا مستعد اعمل اي حاجه، بس اتاكد انك متمسكه بيا زي ما انا متمسك بيكي. طبعا يا علاء، امال انا بعمل ده كله ليه؟ مش علشان متمسكه بيك وعشان نتجوز، انا بعمل ده كله عشان الصالح العام. خلاص، ما دام للصالح العام اكلم جدتي تيتا. هكلمها. على فكره يا تيتا، انا فكرت كويس ووصلت القرار، العزبه دي لازم تتباع. لا، شوف يا تيتا، لو انت عاوزه مصلحتي بصحيح يبقى لازم تبيع العزبه. مالك متسمر كده؟ لا ما تقول اللي انت عايزه. ها؟ اصلي كنت بفكر. بتفكر في ايه؟ بفكر في العزبة. مالها العزبة؟ يعني مشاكل وإرادة قليل. مالكش دعوة انت بالحكاية دي. ازاي بقى يا تيتا؟ اذا ما كنتش هدور على راحتك انت، هدور على راحه مين؟ من امتى يا زعلان؟ من زمان قوي يا تيتا، بس انت اللي بتعامليني على اني عيل صغير وما اقدرش اشيل المسؤوليه ومش مدياني فرصه اساعدك. تساعدني في ايه؟ اشيل عنك المشاكل، اخلصك منها. زي ايه مثلا؟ زي العزبة دي، خمس فدادين ولا بنروحهم ولا حاجة ولا بيجيبوا أي إيراد، بس ممكن يبقوا استثمار كويس جدا لو لو إيه؟ لو بعتيهم يا تيتا. أنت بتقول إيه يا ولد؟ أنا أبيع العزبة؟ وأعمل بيهم مشروع أو مستشفى وأتجوز شيرين. شيرين؟ لا، يعني أنا قصدي أعمل مشروع ونعيش كويس بدل المشاكل اللي إحنا عايشين فيها دي. صدقيني يا تيتا، انا بتكلم للمصلحه العامه. ها قلت ايه؟ هقول لك ايه؟ ما انت طالع لابوك وابو ابوك اللي ضيعوا الارض، وحضرتك لسه عاوز تكمل عليها. لا يا تيتا، انا بس كان غرضي يعني. غرضك ايه؟ عاوز تبيع الارض عشان تتجوز بنت سعاد؟ فكرتها دي ولا فكره امها؟ ابدا يا تيتا، انا بس من حقي ابني حياتي. ما انتش مكسوف من نفسك؟ اتعميت؟ ما انتش قادر تفهم الحقيقة؟ شيرين دي اللي عاوز تتجوزها لو كانت بتحبك صحيح كانت حبيتك لنفسك انت. مش قادر تفهم الحقيقة دي؟ ما هي شيرين مستعدة لكده فعلا وبتحبني وعايزة تعمل اي حاجة. يا تيتا، انا بتكلم للمصلحة العامة. اياك اسمع منك كلمة المصلحة العامة دي تاني ابدا. وليكن في علمك الارض دي لا يمكن هتتباع طول ما انا عايشة وحتى بعد ما ماتي كمان، فاهم؟ يعني ايه بقى تيتا؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل اللي انت عاوزه طول ما انت بعيد عن العزبة، مفهوم؟ بصراحة بقى جدتك عندها حق المرة دي. عندها حق ازاي يا حسين؟ دول خمس فدادين لا بنروحهم ولا بنزرعهم وبيجيبوا ملاليم في السنة، مش كنا نستغلهم؟ انا اولى بتمنهم اعمل بيه مستشفى. انا مش قصدي على كده، انا قصدي على الحكاية التانية. تانية ايه؟ ان شيرين لو بتحبك ما كانتش حطت شروط يا علاء. انت هتعمل زي جدتي يا حسيب؟ محدش منكم يعرف شيرين. والله انا خايف لا تطلع انت اللي مش عارفها يا علاء. كده؟ طب انا بقى حاسبت لكم انكم كلكم ظالمينها. ازاي بقى؟ ازاي ده ايه؟ عادي، هصارحها بكل شيء، هقول لها اللي قالته جدتي. شيرين، انا مستعد اعمل اي حاجه طول ما انا بعيد عن العزبه. يا علاء، طول ما انت بعيد عن العزبة هتفضل بعيد عننا كمان. طب وانا في ايدي ايه اعمله يا شيرين بس؟ لا، في ايدك. في ايدي نتجوز ونبتدي ونثبت لهم ان الحب ممكن ينتصر في النهاية. ايه ده؟ انت الظاهر بتشوف افلام عربي كتير اليومين دول. يا علاء، الحب ممكن ينتصر في الافلام في الحواديت، انما في الدنيا ما ظنش. ازاي بقى يا شيرين؟ امال اللي بينا ده ايه؟ اللي بينا احنا قرايب وبنستريح لبعض، وممكن لو عملنا أسرة يبقى كوبل ظريف.
بس ازاي يا علاء؟ الحب شيء جميل وظريف، انا معاك، لكن من غير شقه حلوه وعربيه معقوله ونادي وخروج يبقى سجن موت. صدقني علاء، انا لما قلت لك على اللي ماما مصممه عليه كان كل هدفي انقاذ حبنا. وحبنا مش ممكن انقاذه لما جدتي تبيع العزبه، مش كده؟ انا ما قلتلكش كده علاء، وما اقدرش ارغمك على حاجه، لكن قول لي اقدر اعمل ايه. تقدر يا شيرين، ما انا قلتلك نتجوز ونبتدي من الاول. يا علاء، احنا عايشين مع ناس وسط مجتمع، صح؟ يعني المجتمع بيرغمنا ان احنا نعيش زيه. انت من عيله كبيره وعايش في فيلا وعندك عزبه، لحد كده معقول، لكن عشان تعمل عيله جديده لازم تعملها زي المجتمع، زي لولا بنت عمتي وإناس بنت طنط عديله. تقدر تقولي هنقدر نعيش في وسط المجتمع ده ازاي؟ انا عن نفسي ما يهمنيش يا علاء، انا مش عايزه شقه في جنيف ولا في لندن، انا بحب البساطه. كفايه عليا ان احنا نعيش سوا في شاليه صغير على البحر وناكل سندوتشات همبرجر ليل مع نهار. انا موافقه، وموافقه كمان ان انا اجبر ماما انها توافق. بس تقدر تقولي المجتمع ازاي هيوافق؟ واذا وافق هتقدر تجيب منين تمن الشاليه وسندوتشات الهمبرجر؟ همبرجر يا شيرين، انا بكلمك عن حياتنا حبنا، تقوليلي همبرجر؟ يا علاء، واضح ان المجتمع بيجبرنا ان كل واحد مننا يمشي في طريق. يعني ده رأيك الأخير، دي نهاية قصتنا يا شيرين؟ تأكد يا علاء إن أنا بقول الكلام ده للصالح العام، لصالحي وصالحك في نفس الوقت. حاول تاخد الموضوع بروح رياضية. روح رياضية؟ لازم تاخد الموضوع بروح رياضية. يا دكتور علاء، العشاء جاهز. مش عايز. ايه الله، برضو مرضيش ياكل؟ مرضيش. طب وبعدين والعمل؟ الولد هيضيع بالشكل ده، لازم نلاقي حل. لازم حد يدخل له ديته. يدخل له ازاي يا فالح؟ هو قافل على نفسه الباب. انا عندي حل. طب ومستني ايه؟ بتعملوا حالا. هو وبعدين الولد كده هيضيع. اهدي بس يا هانم. اخرس انت، اهدى ازاي؟ لازم نلاقي طريقة، لازم نلاقي حل. اديني التليفون يا عزيزة. اوكي. اديني التليفون اوام. هو اسمه ايه صاحبه ده؟ اسمه حسيب. ايوه الدكتور حسيب. هاتي التليفون اوام. ياني. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده حبل يا تيتا. طب انا شايفه انه حبل، هتعمل بيه ايه؟ هدخل بيه اوضه علاء. تدخل بيه اوضه علاء؟ ازاي؟ هخرج من الجنينه واتشعبط اطلع الدور التاني. تتشعبط؟ انت مجنون. ما تخافيش يا تيتا، انا شفت البطل في فيلم الامريكاني بيعمل كده بالظبط. دي سهله قوي. سهله في عينك. يلا امشي دخل الحبل ده، امشي دخله جوه. هو انا ناقصاك انت راخر؟ مش كفايه عليا مجنون واحد في العيله؟ حق عليا، كنت عايزه اساعدكم يا شيخ. اعوذ بالله. وبعدين لازم اديني التليفون يا عزيزة. اهو. استني علي يا بنت سعاد. ماما يا راجل، يا اللي ما تختشيش. برعي. بلا برعي بلا بتاع يا راجل، عيب عليك، عديت الاربعين ولسه بتقول ماما؟ افهمني يا برعي. افهم ايه وعيد ايه؟ عيب يا لطيف، واحد في سنك زي ده ما يتجوزش لغايه دلوقتي ليه؟ ما انت عارف. المصيبة ان انا عارف. ست مامتك مش عايزك تتجوز واحدة من اللي انت عوزتهم. ده مش كده وبس، ده عايزة تجوزك دلوقتي على مزاجها. مين يقول الكلام ده يا لطيف؟ اصلا انت مش عارف الحكاية كويس. حكايتي ايه؟ انا مش عايز اعرف حكايات يا لطيف. يا عبد اللطيف، ده من ساعة ما اتخرجت انا وانت من كلية التجارة سوا وانت على الحال ده. الناس بتكبر تكبر تكبر وانت نسيت نفسك زي ما تكون عيل صغير لسه لغايه دلوقتي كل حاجه تقولها لماما ماما ماما. ما هو يا برعي، ما هو ايه انا فاهم لازم تبر بالوالدين، بس مش بالشكل ده يا لطيف. ده انت على كده بعدين معاك يا برعي. اسكت بلع راديو. تيك اوف تيك فايف. ولا كلمه. اسمعني اسمع اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا سيدي. ايوه
قلت لي اتفضل يا سيدي. الحكاية كده قدام الناس جاية مش طبيعي، بس انت لازم تفهم الوضع اللي انا فيه جاي ازاي. فهمني يا اخويا جاي ازاي. قول. اصل من ايام ماما ما كان عندها 6 سنين افندم. لسه هتحكي لي من ايام ماما ما كان عندها 6 سنين؟ كتير قوي مش كده؟ كتير وبدري قوي. اختصر يا عبد اللطيف، عايز الحق العشاء في البيت قبل العيال ماكلوه. طيب، من ايام جواز ماما من بابا. ده كان يوم نحس. بدري برضه قوي يا عبد اللطيف، اختصر. حاضر. من يوم ما مات بابا. نعم، بدري برضه قوي يا عبد اللطيف، اختصر. لا بقى، علشان تفهم الحكايه. حاضر، امر لله. فضل زيد قول. بعد ما مات بابا دخلت في يوم على ماما، لقيتها قاعدة لوحدها بتعيط. مين؟ أمك؟ أي واحدة ست مات جوزها وبتعيط عليه. الله، فيها حاجة دي؟ لا، فيهاش حاجة، فيهاش حاجة أبدا يا عبد اللطيف. بس أظن هتقول لي بقى إن مامتك كانت بتعيط على المرحوم المعلم عوضين والدك، مش كده؟ لا، ما كانتش بتعيط عليه، كانت بتعيط على نفسها، زي ما تقول حست بالوحدة، وزي ما تقول كده يعني خايفة. خايفة؟ وبتقولي زي ما تقول؟ زي ما أقول أنا؟ لا يا عبد اللطيف، زي ما تقول أنت. أنا ما أقولش ده أبدا. أمك تخاف؟ ده أمك بتمشي في الشارع العربيات تجري، فاكرينها الونش. أمك تخوف؟ ما تخوفش، اسمح لي. لا، ما تقولش كده. دي ماما على قد قوتها وتحكيم رأيها، برضو في النهاية واحدة ست. ست؟ يمكن يا أخوي. المهم لقيتها بتعيط، حسيت بوحدتها، قعدت جنبها وعيطت أنا كمان. عيطت أنت كمان؟ طب أنت عيطت ليه؟ على وحدتها؟ لا، عيطت على أبويا المعلم عوضين، لأنه مات في نفس اليوم اللي كنت حفتحه في موضوع جوازي من زكية. حلو. طب ما اتجوزتش زكية ليه بعد كده؟ الظروف. حسيت ساعتها إن أمي الجوازة دي لو قلتها هتكون مصيبة تانية غير موت أبويا، فقلت استنى شوية. شوية؟ شوية إيه؟ دول 20 سنة يا عبد اللطيف. أيوه، مرت السنين، أيام بتجري، كل ما أجي أفتحها ترفض. ترفض مش كده؟ أيوة، ترفض وتقلبها مناح. كل ده كويس، بس إيه اللي طلع فجأة في دماغ أمك إنها تجوزك؟ بتقول لقيت اللي تليق بي حسب ونسب وهلم جر. شوف يا عبد اللطيف، شيرين مش وحشة، بس هو الوحش بقى إنها مش من اختيارك أنت. لا بقى، مش اختيارها بقى لوحدها. هي شيرين برضو حلوة. حلوة؟ الله، ده انت نويت بقى. انا بقول لازم اتجوز، ومش ده رأيك برضو؟ والله يا عبد اللطيف، هو ده فعلا رأيي، لو ده برغبتك انت مش برغبة الاشكيف المخيف امك. لا، مش رغبتها لوحدها. اقول لك على سر. سر ايه؟ اصل ماما مره شافتني وانا ببصلها في النادي. ببصلها؟ وانت فعلا بصيت لها؟ كنت ببصلها فعلا. وشفت ايه؟ ما هو ده السر. كنت ببصلها، وكل ما ببصلها تقوم هي وتروح مكان تاني. شاهين يا شيرين، زمان عبد اللطيف جاي يا حبيبتي. حاضر يا ماما، حاضر جاي اهو. شيرين، انت صحيح هتتجوزي عبد اللطيف؟ طب ازاي بس؟ ازاي؟ ده احنا طول عمرنا عارفين انه فاشل في كل حاجه. قصدك ايه يا سمي؟ قصدي انت فاهماه كويس. معقوله تسيبي علاء وترضي بواحد زي عبد اللطيف؟ سمي يا حبيبتي، انت لسه صغيره على الحاجات دي. اصلها حاجه بالعقل كده، علاء ده خريج طب، دكتور يعني. كل ده صحيح، ثم انه علاء بني ادم مثقف، عبد اللطيف ما انت عارفاه كويس.
بس انت نسيتي حاجة مهمة قوي. علاء مش قادر يأكل نفسه، وعبد اللطيف فوق التلاتة مليون دلوقتي. بس انت بقى نسيتي حاجة أهم، ان انت وماما طول عمركم بتتعاملوا مع عبد اللطيف وعيلته من فوق، وبتقولوا عليهم محدثين نعم. كنا غلطانين. شوفي يا سمية حبيبتي، احسن جواز اللي فيه الراجل والست يكملوا بعض، كل واحد يكمل النقص عند التاني. وده دخله ايه بعبد اللطيف؟ انا من عيلة وعبد اللطيف غني، يعني كل واحد فينا بيكمل النقص عند التاني. وبعدين انا مش اول واحدة تعمل كده، وانت عارفة ده كويس. طب وعلاء ما فكرتيش فيه؟ صدقيني يا سمية انا بعمل كده وانا بتقطع من جوه. قولي لي يا سمية، ايه رأيك في المانيكير ده؟ لايق على ايدي؟ انا مش فاهم يا علاء، ايه يعني اللي حصل؟ واحد اتقدم لواحدة عشان يتجوزها وترفض، فيها حاجة دي؟ انت اللي بتقول كده يا حسيب، وانت اول واحد عارف احلامي شكلها ايه وشيرين بتمثل ايه في الاحلام دي. سنين حب طويلة يا حسيب، قاعد احلم وخطط للمستقبل. بس انت اللي كنت بتحلم لوحدك يا علاء. عمرها ما نبهتني ان احلامي ما تلزمهاش يا حسيب، عمرها ما قالت كده. اهي ساعة اللزوم قالت يا علاء. لا مش هي اللي قالت، امها والمجتمع. علاء ما تضحكش على نفسك، شيرين رفضتك عشان الفلوس. وليكن يا سيدي، عندها حق برضو، هتعمل ايه بواحد زي اذا ما كنتش حاضر اجيب لها اللي هي عايزاه. حلو، اهي في دي بقى عندك حق، بس ما تنساش يا صاحبي ان انت شخصيا ما كنتش جزء من احلامها. يعني ايه؟ يعني انت لما كنت بتحلم بالمستقبل كنت بتحلم بمستشفى كبيرة وشيرين تبقى معاك وتعيشوا في منتهى السعادة، انما شيرين احلامها كانت ايه؟ فيلا، عربية، تكييف، ملايين. لكن انت ما كنتش جزء من الاحلام دي، والا كانت تغاضت عن حاجات كتير كده ولا لا يا علاء؟ قصدك ان هي رفضتني انا شخصيا بغض النظر عن الفلوس، مش كده؟ خايف اقولك ان دي الحقيقة تزعل. ازعل؟ على العموم انا اللي يهمني انت دلوقتي علاء، ناوي على ايه؟ هتعمل ايه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ والعيادة مش هنبتدي شغل فيها؟ هنبتدي بس مش دلوقتي، على الاقل مش انا يا حسيب. ليه يا علاء؟ طب ده انا كنت فاكر بعد اللي احنا قلناه. بعد اللي احنا قلناه يا حسيب المشكله بقت اكبر. سهل قوي الانسان يترفض عشان ظروفه، او في النهايه يقدر يتغلب على الظروف دي، انما لما يترفض علشان شخصه هو ده شيء مهين قوي. لا يا علاء، انا كنت فاكر ان المصارحه هتخليك اقوى من كده. جايز، بس بعدين مش دلوقتي. مجروح قوي يا حسيب، حقيقي مجروح. يا دكتور اطمني يا غزلي هاني، ان شاء الله هيبقى كويس. كويس؟ كويس ازاي؟ حابس نفسه قال لي 3 ايام وتقول لي كويس؟ انتوا بس سيبوه على راحته وهو هيبقى كويس. طب ما انا كنت اقدر اسيبه على راحته من الاول، امال انا جايبك ليه؟ انت مش دكتور؟ لا ما تلاقي سباك. عن اذنكم. سباك 100%. لا كده مش هينفع ابدا ابدا ابدا. علاء افتح الباب يا علاء. ارجوك يا تيتا سيبوني لوحدي. ده همي ايه ده بس يا ربي؟ طب على الاقل يا حبيبي تاكل لك لقمه، مش كده؟ بعدين 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 يا تيتا. طيب اجيب لك بسطرمه من اللي انت بتحبها؟ لا هاتيلي همبرجر. همبرجر؟ ايه الهمبرجر ده؟ همبرجر ده ايه؟ مش عارفه. لا ده هيسوق الجنان بقى. طيب لعلمك بقى مانيش بايع العزبه. ايوه مانيش بايع العزبه. ده عندي بقى، اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه. ما هو انت طالع لابوك وابو ابوك كده. اسمع اسمع الله عليك، اسمع اسمع الله عليك. اسريح يا نزله هانم. يا دكتور علاء الحقني، يا دكتور علاء الهانم مغمى عليها. تيتا مالك؟ مالك حبيبتي مالك؟ ما تخافش يا حبيبي انا كويسه. خلاص بقيت كويسه. خدتي الدواء يا تيتا؟ هاتي الدواء، هاتي الدواء. روح هاتي ميه يا عزيزه، ميه. ما
تخافش، ما تتخضش يا حبيبي، انا دلوقتي احسن. المهم انت مرسي مرسي. لا بلاش دواء، بلاش دواء حبيبي. انا مش عاوزك تزعل مني يا حبيبي. عزيزة انت واقفة لي. يلا يلا يلا. As usual. Excuse me. وانت كمان واقف لي. يلا روح ذاكر. انا في اجازة يا تيتا. مش مهم، روح ذاكر للسنة الجاية. يلا. بقى اقول ان انتوا عايزين تفرعوني يعني. شايف شايف كلام اخوك ووصل تعلفظه. معلش 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 يا تيتا، استريح انت. تعالي معايا. لا تعال، انا عاوزك تسمعني الاول. انا عارفة قد ايه انت متضايق يا حبيبي، بس انا كمان عاوزك تفهمني. العزبة دي هي اللي عملت لنا قيمة في يوم من الأيام، ولسه عاملها لنا لغاية دلوقتي. العزبة دي أنا ما اقدرش أتخلى عنها إلا إذا أنت قدرت تتخلى عني. تقدر؟ خلاص يا تيتا، كل ده ما بقالوش داعي. هو إيه اللي ما بقالوش داعي؟ أنت كلكم في الخيبة دي. كلنا مين يا تيتا؟ أنت وأبوك وأبو أبوك مستعدين تيأسوا بسرعة. ايه يعني شيرين بنت خالتك؟ الف من تتمناك يا حبيبي. انت ناسي انت مين وابن مين؟ يعني حضرتك عايزاني اعمل ايه؟ عايزك ما تحبسش نفسك في الاوضه، عايزك تنسى شيرين، عايزك ترجع لعقلك. اقول لك شي؟ روح العزبه يومين. ايوه ابعد عن هنا، وهي فرصة تشوف الأرض اللي بقالك 15 سنة ما روحتهاش. شوف يمكن تلاقي طريقة تجيب منها فلوس من غير ما تبيعها، وهي تبقى فسحة يا حبيبي. ها قلت إيه؟ فسحة إيه بس يا تيتا؟ محدش فيكم قادر يحس بالألم اللي جوايا كبير قد إيه، فظيع قد إيه. توجعت أم؟ البس هدومك حبيبي. هو عنده ايه يا دكتور؟ لا ان شاء الله بسيط، انا هكتب له على الدواء ده، بس اهم حاجه يا ام هاني انه ياكل كويس. ده الواد ده بياكل تلات رغيفه في الطاقه يا دكتور. انا ما بتكلمش على العيش، ياكل لبن بيض فراخ. طب ومنين؟ جرى يا ام هاني؟ والدكتور حسيب ماله بس بالكلام ما هو بالعقل يا اختي. معلش يا ام هاني، عشان خاطر هاني يكبر مش كده ولا ايه يا عاد؟ انا ماليش دعوه. تجي لي بعد 15 يوم يا ام هاني. حاضر يا دكتور، ربنا يخليك. يلا يلا. فكرك بعافيه يا دكتور حسين. مع الف سلامه. اهلا دكتور علاء، هتفتح امتى يا اخويا العياده بقى؟ قريب ان شاء الله. على البركه يا رب. اتفضل يا علاء. مش هعطلك. يا اخويا هتعطلنا عن ايه؟ شايف الزباين مقطعه بعضيها يعني؟ ده احنا معتمدين على الله وعلى زباينه ومعاتريز. بس برافو عليك انك نزلت. انا عايزك في حاجه مهمه قوي يا حسين. اؤمر علاء. عايزك تقول حاجة لشيرين. شيرين خطوبتها بكرة. زي ما بقولك كده. ازاي؟ عرفت منين؟ سمية اختها قالت لي في الكلية. طيب خلاص مش مهم. علاء انت كنت عايز تقول لها ايه بالظبط؟ كنت عاوز اديها فرصة أخيرة. الظاهر ان جدتي عندها حق. استنى طيب هتعمل ايه؟ زي ما قالت جدتي. علوية هانم، اهلا وسهلا. مبروك يا قطيفة. الله يبارك فيك يا ماما. يا الف يا الف مبروك، الف ليلة بيضا. استني تعالي تعالي اديني واحدة يا اختي، واحدة. امسكي
امسكي يا اختي. هنية. الف مبروك يا اخويا، الف مبروك. الف نهار ابيض، يا الف ليله بيضة. تعيش يا اخويا، ايه الحلاوه دي؟ اهلا اهلا اهلا، عقبال ولادك وعقبالك يا عمر يا جميل انت يا اخي. اسم الله اسم الله، اهلا يا اخويا اهلا. ايه الحلاوه دي؟ انت بقى يا جميل يا روح ماما يا حبيب ماما، يا اجمل عروسه في الدنيا. الله اكبر. تعالي في حضني، تعالي تعالي يا اخي تعالي. ايه الحلاوه دي؟ لا احلام، وانت احلامك في الفستان. اقعد يا ولد اقعد يا ولد. ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر، النهارده فرح ليله من الف ليله. الله اكبر. الف مبروك يا عليا، يلا يا لطيف لبسها الدبل بقى. وماله يا اختي ما يضرش، لبسها يا عبد اللطيف. اسكتي يا اختي اسكتي، ده لطيف ما عندكش فكره، سايب صفقه بمليون جنيه عشان خاطر عيون شيرين. يا خبر، طب لبسها الدبل قوام علشان تلحق الصفقه يا عبد اللطيف. يا اختي مش مهم، فداها مليون صفقه. حلمي نزرق عليكي قوي، خمسه وخميسه منور يا اسطى. اهلا يا اختي. يا عبد اللطيف هتكسر دواخلك. ما يستغناش عني ابدا. طب اتفضلي يا علويه هانم ساعديه في تلبيس الدبه. لا انت الا كده، تسلم ايدين اللي اشتراه الدبلتين والاسوره. مبروك يا شيرين، عرفتي تنقي. سمية علاء، خلاص مسافر؟ ايوه هديت. طب حاسب على نفسك. حاضر هديت. عاوزاك ترجع احسن ان شاء الله. هديت حاسب على نفسك يا حبيبي. حاضر هديت. وحاسب من الخروبي. خروبي؟ ايوه حاسب من الخروبي، فاهم؟ الخروبي.